السلام عليكم حبيباتي، وصباح الخير عليكم. وان شاء الله لا فيديو ديالي هذه تلقى خواتاتي كامله مهنيين. كما راكم تشوفوا هنا، اللي جبت كامله الدوزان باش نعمل لامونا ونشاركها مع خواتاتي. واش نسحق هنايا؟ زوج كيسان تاع حليب دافي، نص كاس زيت، نص كاس سكر، مغرفه تاع خميره تاع الخبز، باكي تاع خميره كيميائيه، نسحقوا لافارين بيان سور. وانا هنا الحشو راح نديرو مختلف، راح نديرو بالسيترون يعني بالقرص، يجي فريمون هايل. ونسحقوا تانيك الماء الزهر، راني ما حطيتوش، ها هو ليك البنات. ونسحق تانيك مغرفه تاع مارغرين، هاد المغرفه تاع المارغرين تعطيني هشاشه لامونا ديالي كوم سا. وهذا الكاس بيان سور لينكيلو به. البنات انا اليوم راني رايحه نستعمل لو بيتران، بصح نتوما بيان سور راني دي فوا انا كلش نخدمو بيتران، مي دي فوا على جالكم يعني مره نستعمل يدي مره نستعمل لو بيتران. الوغ كاس كون في جو رامل لو بول تاع لو بيتران تاعي ونبداو نخدمو ان شاء الله. الحاجه الاولى اللي نديرها البنات اني ندير زوج كيسان تاع الحليب. بسم الله، الحليب البنات لازم يكون دافي بيسك راح نديرو الخميره الكيميائيه والخميره الخميره بلوتو تاع الخبز. هذا الكاس الثاني. بالنسبه للكاس البنات اي كاس عندكم تقدروا تخدموا به، بيسك هذه تعتبر كيلة. فوالا انا هنا واش ندير؟ ندير نص كاس تاع زيت، ولا بلوتو نبدا بالسكر. فوالا والحلاوه تاع يعني تاع لامونا تقدروا تتحكموا فيها، اللي ما تحبش بزاف السكر ما عليها غير تنقص. ندير مغرفه تاع الخميره تاع الخبز، فوالا باش تبدا تتفاعل لي. ونزيد نص كاس تاع الزيت، انا هنا راح نديرها بالمبشور تاع القارص البنات، مي جو بريفير نديرو مع الاخر. فوالا جوسك لا رانا هايلين. دركا نزيدو بياض تاع حبيبه ولاد الدجاج، هاي ليك فوالا، والصفار نحطو دكوتي باش ندير به لا دوغوغ مع الاخر. فوالا هكذا يا البنات. دركا لا فارين قعدت لي، لا فارين ولا مارغارين والخميره الكيميائيه نديرها كيف كيف. صافي كنروحو دركا للبيترا. شوفوا البنات هنا خلطت كامله يعني لي زانغغيديون ديالي، بصح يعني الوصفه تاع لامونا ما تحتاجش بزاف العجن، انا برك بور غاني دي طون. دوك هنا واش ندير؟ ندير كيما راكم تشوفوا اربع كاس، ها جوست اربع تاع الكاس تاع ما زهر يعطينا ان كو شباب. ونبدا بيان سور ندير دركاتيك في الخميره، بلوتو في لافارين، هاهليك راح نكيل معاكم البنات. بصح الفارينه قيس ما تولي اون بات، وماذا بكم الفارينه تكون مغربله. هذا الكاس الاول، ندير الكاس الثاني، الكاس الثالث. قبل ما ندير الكاس الثالث البنات ندير الخميره الكيميائيه. فوالا ونبدا نخلط ونزيد في لافارين بالعقل بالعقل. لاباط تاعنا لازم تجي شويه تتلاصق باش تجينا شابه. فوالا بعد ما خلطها مليح نزيد الكاس الثالث والكاس الرابع باش تعرفوا برك ابوبخي شحال راح تدخل لنا الفارينه في هاد الوصفه. فوالا نكمل نخلط. فوالا هنايا ها هو ليك الكاس الخامس البنات. بسم الله ندير النصف تاعو ونشوف. هنايا نكمل الكاس الخامس البنات. كي ديروا الفارينه دائما البيتران ديروه لا بروميير فيتاس، هنا زلقت يدي باش الفارينه ما تعرفهمش. فوالا هكذا شوفوا البنات، هنايا العجينه ديالنا راهي بخاسك هنا برك راهي تلصق بالبزاف. سكيفي راح نزيد لها نص كاس ولا اربع تاع كاس تاع فارينه. هنا شوفوا راني درت اربع ونشوف. هنا البنات شوفوا بيسك راح نزيد لها نص مغرفه تاع ماكله تاع زبده تعاود تطلقها، نكمل سكيفي اربع هنايا ها هو ليك باش تعرفوا ابوبخي شحال تبدل لنا لافارين.
شوفوا البنات، انا هنايا ها هي ليك ندير نص مكله تاع مارغارين، تعطيها طعم رائع بنات، تاع الزبده تجي فيها، وزيد اون بلوس دي شيشه تهبل. كما راكم تشوفوا البنات هنايا لاباط تاعنا راهي ليك تتلاصق، الوغ نديرو يدينا في الزيت باش نليموها هكا شويه ونخلوها تخمر. قلت لكم لا فارين، انا هنا برك حاولت نكيل لكم كل فارينه ودرجه الامتصاص تاعها غير بوغ سافوار ابوبخي شحال تجي. دوك انا هنا نغطيها نبدلها قبل الماعون، نغسل هذا تاع البيطرا ونخليها تخمر، ونروحو نوجدو لا كريم او سيترون اللي ديجا درتها معاكم. وهنا البنات نروحو نوجدو كريمة الليمون. شوفوا البنات هنا عندي كاس تاع عصير تاع القارص. بون انا هنا كانوا عندي حبيبات ما كفاوش، انا دائما تريشي نزيدو هكا الماء مني باش نزكيه، ومني باش يعني تنقص هذه كوميم. اكو شتو كاس تاع كاس تاع هكذا قريب كيلو تاع قارص. الوغ ها هوليك نزيد له مبشور حبيبه برك تاع قارص ما تكتروش، ونحطو فوق النار يسخن. وفي جهه واحده اخرى ها هوليك درتها ديجا معكم الطريقه، ما كاش ما اسهل. بسم الله نديرو ثلاث حبيبات ولاد الدجاج. تحبوا ديروا كريم باتيسيير، تحبوا ديروا كريمه الليمون بيان سيغ لعشاق الليمون. اكولي تو تعرفوني بلي كان نحب القارص ونحب كامله لي غاتو تاع القارص. بون هنا نزيد معاهم كاس تاع سكر. البنات السكر كل واحد كيفاش يحب الكريم او سيترون تاعو، كاين اللي يحبها فريمون حلوه، كاين اللي يحبها شويه شويه. لو سكر ذوقوا وشوفوا. هاوليك هنا نزيد زوج مغارف تاع ماكله هكا تاع النشا مايزينا، نخلط كلش بالفوي. فوالا البنات هنايا شوفوا حاولت اني نخلطو تخي بيان بالفوي، وبعدا نجيب هاوليك سخلنا يزم نديرو بالعقل ونخلطو باش البيض ديالنا ما يطيبش. فوالا دوك هنايا لو ميلونج ديالي كامل نرجعو في لاكاسرول، نكمل نخلط حتى لو ميلونج ديالي يولي لي اون كريم ايباس باش نقدرو نحشيو بها لامونا ديالنا. فوالا البنات وها هي ليك لاكريم تاعنا كيفاش بدات تتقال. وهنايا شوفو كي كملنا لاكريم او سيترون تاعنا، شوفو لاباط تاعي صلاة النبي كيفاش يعني خمرت. الوغ هنا ندير يدي شويه في الزيت ديغازيها، شوفوا الباب اللي دارتهم لي، شوفوا هاي ليك. ودوك هنايا نروح نفاسوني الخبيزات ديالي. شوفوا البنات هنايا لاباط تاعي شحال جات شابه ورطبه، ما عليا غير نديرها هكا في بابي سينو اللي ما عندهاش هذا البابي ما عليها غير دير سنيوه تدهنها وتحاول دير دائره. هنا درت الخبيزات شويه كبار نحلوهم هنا يجيبو لنا زوج خبيزات كومام كبار، ما ترقوهم ما تخشنوهم. زدنا نزيدو خلوهم يخمرو قبل ما يطيبو. وهنا يا البنات هاهوليك صفر تاع البيض، درتلو شويه تاع نسكافيه وندهن به الخبيزات ديالي. كي يخمرو نحطهم يطيبو في فرن مسخن يعني بواحد ربع ساعه لافونس على 180 درجه. دوك انا هنايا نديرهم كامله هكا بصفر البيض، كي يخمروا ان شاء الله نولي لكم. ولا البنات هاهي ليك لامونا تاعنا، جاوني زوج خبزات كيما هكذا وواحده صغيره درتها لوليدي صغير. شوفوا كاش تجي يعني فريمون شيشه كيما يقولوا. هاهي ليك فوالا، كاين ميم لو كان تحبوا باغ اكزومبل ما ديرولهاش الحشوه، يجوا خبيزات هكذايا كي البريوش ينتكلوا كوم سا. دوك انا هنا نقسمهم على زوج ونحطهم كريمه الليمون، نديرهم المعجون من الفوق ونصبو دريهم بالسكر غلاس، ونتلاقاو ان شاء الله في طبق التقديم.
ولا حبيباتي، هاي لي كلامونا تاعنا راهي لك واجده كيما راكم تشوفوا. شهيتكم بالصحه، تجي المذاق ديالها رائع، تجي خفيفه. انا هنا درتها بالسكر، وهاد الخبيزه جي بريفيري نخليها هكذا. تحبوا ديروا لها جولي ولا معجون تاع لابريكو. دونك نزيد نقسم لكم باش تشوفوا كيفاش جات لامونا ديالنا. دي البنه ديالها رائعه، ولا كونتيتي اللي مديتها لكم يعني تقطع لكم كميه لاباس بها، كميه كبيره. شوفوا البنات، شوفوها هاي لك، شوفوا كيفاش تجي. تجيب ذوق الليمون، تجي رائعه البنات، رائعه. هذه اخواتاتي بالنسبه لفيديو تاع اليوم، اللي ان شاء الله تكون عجبتكم. ودركا ما قعد لي غير نقول لكم شهيتكم بالصحه حبيباتي، ودمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.